انا خايف والله، شو بدي اعمل انا؟ تضحك علي يا جماعه. كانه عايشه هي بقلبها هيدي. يعني برافو برافو ميرفا عن جد. ثانك يو وائل. She's very strong. It was fun. It was. يلا جرب. Is it hard though ولا لا؟ لا لا بالأول بس بدك تلاقي البالانس. يا رب يا رب يا رب. ماما بحبك، بي بحبها كثير، بنتي ايفي سارة بحبكم. إذا ما رجعنا حكينا. شوي وارجع اشرب المية. وشو اشطر؟ يعني عم تخيلوا نازلين من علو قد ايه كنا؟ 15 متر 15 متر؟ ما بقى انا مثل 15، انت عملت 2 متر. نو كم اون، انت ماكسيموم 3. اي سيريز؟ متصور؟ ايه 4 3. طيب فور ما في عندي فيديوز بيثبتوا هذا الشيء انه انا اي ونت اول ذا واي. رح نشوف. بتعرفي اكثر مره يمكن خفت بحياتي وقتها طلعني وجاي البوت من هون والشو اسمه الفلاي فيش جاي من تاني ميل. أول مرة عملتها ما كان في حدا، لا جيتسكي ولا باتو ولا في شيء حدنا، سو يو فيل سيف دجا. هي اتس نوت سمثينج ايزي، فطلع عم بيقطعوا من حد اتس فيري دينجرس. وأنا فوق وعم بعمل هيك عم بلق، يعني خلص رح أوقع والزلمة ولا 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 فرقانة معه. لما شفت هيدا الشيء قلت لا 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 بليز ما يضيع تركيزه، لأنه كثير بقى هيدي اللعبة بالذات كثير بده الواحد يكون عنده بالانس. وقعد بطريقة أنا قشط قلبي. رجعت عنك لأنه وقعة يعني مثل كأنه عم نوقع البلاط. كثير خفت يعني عن جد راح قلبي، وخاصة لما دليتك تحت لحظة كانت كثير كثير رعب. يعني أنا قلت لا بليز ما يكون صار له شيء، ما يكون كسر شيء. ما أخذتني يمكن شي 3-4 ثواني لرجعت استوعبت شو صار. والوجع اللي حسيت فيه، أوه ماي جاد. بعدك موجوع لهلا؟ هون ما قادر هون ما فيني داس.